أنهت البورصة المصرية تعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوع بمشتريات محلية مكثفة بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى نسبة صعود في عام 2022. هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي نحو 16 جنيه ليغلق عند مستوى 694,588 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 10,705 نقاط. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة. كما صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة. وللمتابعة والتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال الأستاذة عصمت ياسين. أستاذة عصمت، أولا كيف ترين أداء البورصة اليوم؟ مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على جميع السادة المشاهدين. الحقيقة أن جلسة النهاردة يعني فقرتنا بالجلسات المليارية القديمة اللي بقالنا فترة كبيرة قوي، ممكن من أول 22 ما شفناش جلسة زي دي. النهاردة قيمة التداول تخطت ال 2 مليار، كنا قافلين بالظبط على 2 مليار 336 جنيه. النهارده كان ملاحظ قوي ان كان في لاعب رئيسي بدا يدخل السوق، كان في تشينجنج هاندز زي ما بنقول، كان في بعض الحركه النشطه ما بين المؤسسات وصناديق الاستثمار اللي ادت دافع قويه للسوق وادت بعض القوه لمختلف القطاعات. لو بصينا على كل قطاعات السوق النهارده هنلاقيها كلها اغلقت في اللون الاخضر ما عدا قطاع واحد فقط، قطاع الخدمات الماليه الخدمات التعليميه عفوا، انما جميع القطاعات كانت كلها في المنطقه الخضراء. شاهدنا قوى شرائيه نشطه على الاسهم القياديه، وده بنشوفه تباعا. الحقيقه ان احنا النشاط ده احنا شايفينه من الثلث الاخير من جلسه امس، يعني الثلث الاخير من جلسه امس كان بدا يدينا الاشارات الايجابيه دي، استكملناها في جلسه النهارده بدانا نشوف حركه نشطه نتمنى انها تستمر. زي ما حضرتك عارفه ان احنا عندنا بعض الاخبار الجيوسياسيه اللي كانت مأثره على شهيه المتعاملين خلال الفتره الماضيه، ودي مش اخبار خاصه بمصر، كانت اخبار عالميه. ارتفاع سعر النفط، ارتفاع سعر الذهب، التغيير في سعر الدولار اللي هو الاحتياطي العالمي للجميع، فكان كل دوت بيعمل عزوف للمستثمرين ان هم يحطوا سيوله جديده، كان في حاله تخوف. النهارده واضح ان السوق دايما احنا بنقول ان السوق بيستبق الاحداث، فواضح كده ان في خبر ايجابي للسوق المصري هنشوفه ان شاء الله قريب، لان النهارده استبقنا ده وبدا نشوف جلسه قويه. خلينا نشوف جلسه بكره ان شاء الله هتقفل على ايه عشان نتاكد من هذه المناطق، لكن عموما اغلاق المؤشر الرئيسي فوق منطقه ال 10705 خلينا نتاكد ان احنا كده عملنا قاع رئيسي في منطقه ال 10300 وعدينا لزون الامان اللي كنا منتظرينه اللي هي 10450، عديناها واغلقنا فوقيها، فكده نقدر نقول ان احنا قاع المؤشر دلوقتي عندنا 10300 10280. الدعم الرئيسي عندنا 10400، احنا دلوقتي في انتظار مقاومه ثانيه الاولى بعد الفتره دي، ممكن نشوفها بكره ان شاء الله بنهايه جلسه التداول الاسبوع عند 10850 بثبات فوقيها واختراقها، خاصه بالاسهم القياديه بالمؤشر الرئيسي ممكن نرتد ثاني اعلى لمنطقه ال 11000 ونبتدي نستكمل حركه سعريه نشطه خلال الفتره اللي جايه. هتتاتى لينا بايه؟ ممكن يكون عندنا في اخبار ايجابيه هتجي لنا من السياسه النقديه، السياسه الماليه احنا لسه ما نعرفش، لكن هو السوق استبق هذه الاخبار اللي لسه قيد الكتمان وبدا يتحرك بنشاط. برضو زي ما شفنا عندنا مؤشر السبعين برضو كان على نشاط واضح، ان هو لما المؤشر الرئيسي اتحرك وبدا يدخل في قوه شرائيه من مؤسسات صناديق الاستثمار شجعت الافراد انها تبتدي تحرك الاسهم بتاعتها، فشفنا ان المؤشر السبعين برضو بدا ينتفض وبدا يتخطى منطقه الدعم الرئيسيه 1800، قفل فوق منطقه 1873، ثبتنا فوق المنطقه دي نرجع نجرب تاني 1950 وبعدين 2000 نقطه ان شاء الله، ونبتدي نتحرك في حركه قويه الفتره اللي جايه. لكن خلينا نقول ان احنا السوق المصري هو مش بمعزل ابدا عن الاسواق العالميه، احنا لما تاثرنا سلبا تاثرنا بالاسواق العالميه، وبالرغم ان احنا عندنا حاجات داخليه ومحتاجين فعلا ان يكون في قوه عندنا تحمي السوق زي ما شفنا كده في المبادرات المركزي ومبادرات الحكومه خلال ازمه كورونا،
احنا شفنا في مبادره من المركزي في 2020 في تحديدا في شهر مارس دخلنا ب3 مليار من البنك الاهلي وبنك مصر. كان يتوقع المزيد من مثل هذه المبادرات يعني تاثرا بالاحداث العالميه التي ما زالت في تطور متلاحق. بشكرك جزيلا، وضحت فكرتك استاذه عصمت ياسين خبيره اسواق المال.